بصراحة أنا معجب بنعمت وما بعرف كيف صار هيك. قلت لحالي إنه ما بقى تعجبني ولا مرة. مزبوط ما بيصير أقول هيك، بس شو بدي أعمل؟ هذا الشيء مو بإيدي، بس أكيد مهند ما رح يوافق أبدا. بعرف أنا كتير خايف يفهمني غلط، ونعمت غالية على مهند وأمانة من علي، حاطت البنت تحت جناحه ومصر إنه يحميها. بعرف كتير كيف رح تكون ردة فعله، أنا بعرفه كتير منيح، بعرفه. بالحقيقة أنا اللي حكيت كتير. لا أبدا، وأنت كمان وضعك كتير صعب. عمي الله يوفقك، خلي الحكي بيناتنا، ما بدي مهند يعرف. شو قصدك ولك؟ اللي انحكى عن تونجاي بيضل هنيك وما بيطلع أبدا. تسلم، أنا بستأذن لازم أمشي. لا ما في داعي تقوم أبدا، أنا بروح وبسكر الباب. خد راحتك وساوي قهوة وكلك شي شغلة، بشوفك بعدين. راسي يلعن الشيطان. شو شايفتك هون؟ قربي لعندي لهون، قربي، تعي لشوف، تعي خلينا نقيس طولك اليوم. يلا شو فيها ماما؟ بس حابة أعرف إذا زاد طولك لأنك رحتي شفتي مهند. يلا أنا ما طلعت لشوف مهند، أنا طلعت أتمشى شوي، مو مثل ما عم تقولي. روحي قولي هالكذبة لغيري. أمي والله اللي فيني مكفيني، لا تزيدي علي، الله يوفقك. عم قلك طلعت أتمشيت شوي ورجعت. كنت رح تشعلي من الحرارة مبارح، معقول تتمشي بهالجو؟ مين بيعمل هالعملة غير المجنون؟ أنا منيحة جميلة، لا تجنيني أكثر من هيك، فهمتي؟ قربي لعندي لشوف حرارتك. ما في داعي. وقفي وقفي لشوف. يا ويلي أنا، إيدك عم تغلي وحرارتك مرتفعة كتير. لك جميلة أنت كتير سخنة، روحي بسرعة غيري ثيابك وتعي كلي شي شغلة، وبعدين خدي الدواء بوشك فورا على التخت. يلا يلا. حاضر. بدر اتصل وقلت له نايمة. ايه منيح. عم يقولوا إنه أخذوا بانا على المشفى. ليش؟ يا وانا شو بيعرفني؟ قال صرخت وخانقت وكسرت كل شيء كان حواليها، وبعدين طلبوا لها الاسعاف. بقى انت تخيلي شو ممكن تكون عامله. ايه ما رح تقولي شيء؟ كان واضح انه وضعها رح يصير اسوأ. قومي الشاي جاهز، تعي افطري وخدي الدواء تبعك بسرعه. ايه جميله، لو تعرفي بس مين شفت اليوم بالفرن وانا عم جيب كعك. مين؟ أي نور خانم. ومين هاي؟ شبك أنت ما بتتذكري إنه سامي بيك تعرف من فترة على وحدة وكان بده إياها؟ هاي هي نفسها، أمه جديدة لمهند. هيك بدك؟ هلا بتهتمي؟ دخيلك أمي، دخيلك أمي. ايه بابا، هلأ كنت رح اتصل فيك. وينك انت يا ابني؟ ليش لسه ما رجعت على البيت؟ وحتى على الفرن ما رحت ابدا، لانه بابا كان عندي شغل ضروري. رحت لعند امك ما هيك؟ ها؟ ايه وقلي قعدتوا انت وياها تحكوا عني طول الليل؟ انت كمان اتفقت مع امك ضدي؟ لك اتفاق شو بابا؟ واكيد صارت تبكي قدامك مو هيك؟ وقعدت تلف وتدور لتقنعك انها مظلومه. تعرف اذا بتكون متفق مع امك ضدي اوعى تلومني، لانه ما بقى اطلع بوشك ابدا. بابا اتصل بمؤيد. ايه هذا اخر كلام عندي. بابا رجاك تهدى وتسمعني، لازم تتصل بمؤيد فورا. وليش لحتى اتصل فيه؟ مشان يقعد ويعطيني محاضرات على الصبح. بابا الزلمه محتاج لك، اتصل فيه. خير؟ شوفي بانا مريضه، اخذوها على المشفى. لا تقولها. معقول؟ يبدو جايتها نوبة مفاجئة ومنهارة أعصابها على الأخير. يا ربي شو هالبلاوي هاي اللي عم تصير معنا. ومؤيد كتير تعبان وبحاجة إليك، اتصل فيه ماشي؟ طيب هلأ بتصل، لا تأكل هم. وينك انت؟
معقول نسيت بابا؟ عم بقول لك في عندي شغل مهم، انت لا بقى تضيع وقت واتصل فيه فورا. باي. ها اجيت حضرتك؟ اجيت. اللي قدرت تاخد اذن؟ لقيت صعوبة بس بالاخير اخدته. يعني رح اقدر شوفه؟ بس خمس دقايق، مو مسموح اكتر من هيك. مهند تكين اغلو رح يشوفه، في معنى اذن بهالشي. تفضل. طيب الحلاق موجود جوا، بس اعطيكم اشارة بتفوتوا.